بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. لأن سبحان الله دايما اسم السورة بيبقى مرتبط بالهدف العام منها. فالسورة اسمها سورة العنكبوت، ملهاش اسم تاني، والاسم توقيفي الذي سماها الله رب العالمين، وتسمت باسم العنكبوت لورود لفظ العنكبوت مرتين في السورة دي، ما وردش في أي سورة من القرآن الكريم. قال الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالسورة الوحيدة اللي تذكر فيها اسم العنكبوت مثلا ونموذجا هي السورة دي، ما تذكرش في أي سورة تاني من القرآن الكريم. طب ليه تسمت بسورة العنكبوت؟ لما نعرف الهدف منها نعرف ليه تسمت باسم العنكبوت. الهدف العام من هذه السورة الثبات عند الفتن والابتلاء. الثبات، وزي ما حضرتك بتقولي كده، الإيمان ليس كلمة، الإيمان قلب. الإيمان علمونا في الأزهر حاجة حلوة قوي، الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. حلوة قوي الكلمة، كلها متكاملة. بالضبط، الله يبارك في عمرك. نقولها تاني، يبقى الإيمان إيه؟ تصديق بالجنان، يعني تصديق بالقلب. وسمى جنان لأنه جوه، جن عليه الليل يعني مخفي. مخفي بالضبط. يبقى تصديق بالجنان وقول باللسان، أنا صدقت بقلبي ثم نطقت بلساني. بعد ما نطقت بلساني عملت. من الذين آمنوا، الله يبارك في عمرك. تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان. سورة العنكبوت اسمها بالعنكبوت، طبعا هي نقول المعلومات بتاعتها، عدد الآيات 69 آية. السورة مكية، المفاجأة آخر سورة نزلت بمكة. وليه؟ هقول لحضرتك الإجابة. هي آخر سورة نزلت بمكة، يبقى عدد الآيات 69، آخر سورة نزلت بمكة يبقى هي مكية. تمام. ترتيبها في النزول رقم 85، وترتيبها في المصحف 29. كده احنا المعلومات العامة، الهدف العام الثبات عند الفتن والابتلاءات. طب ليه اسم العنكبوت؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي شايف العنكبوت، العنكبوت كمخلوق ضعيف وينسج خيوطا كثيرة من فمه، خيوط ضعيفة جدا 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 لكنها متشابكة وكثيرة، يصطاد بها فرائسه. فكأن ربنا بيقول لنا خلي بالك، الفتن زي خيوط العنكبوت هتشدك. الله يبارك في عمرك، متشابكة وكثيرة ومعقدة لكنها ضعيفة، إن لجأت إلى الله رب العالمين. الله المعنى، الله المعنى، هو ده المعنى. طب لما ربنا قال لي وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، الناس فهمت عشان خيوط العنكبوت ضعيفة. لا، مش هو ده المعنى. أوهن البيوت بيت العنكبوت ليه؟ لأن البيت العنكبوت ده أسوأ بيت، أسوأ أسرة. ليه حضرتك؟ الأنثى تتزوج الذكر، أول ما الذكر يلقح الأنثى قام بدوره، تيجي أكلاه ورميه بره البيت. طيب خلفت، أول ما الأولاد يكبروا يقتلوا الأم ويرموها بره. يا ساتر يا رب. وعشان كده اسمه إيه؟ أوهن البيوت. فكأن ربنا برضو بيقول لي خلي بالك، الفتن بتفرق، فلو لجأت ربنا تتماسك. وأكتر حاجة تقابل بيها الفتن التماسك. ولذلك في السورة آيات كتيرة قوي، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وجاب لي أئمة المجاهدين، جاب لي 7 من الأنبياء جاهدوا في الله رب العالمين. فده سؤال كده يعني سؤال من الحياة بقى، ده ليه علاقة بإننا بنقلق جدا لما نلاقي في بيتنا في البيوت عنكبوت ونقول لازم نشيله لأنه بيجيب الفقر ومش عارفة إيه والكلام اللي بيقعد يتقال ده. لا، هذا لا أصل له، لكن هو يتشال ويتنظف على سبيل النظافة البيتية، على سبيل نظافة البيت، لكن مش أوهن البيوت البيت اللي فيها عنكبوت. لا، أنا فاهمة طبعا. الله يبارك. بعض الناس كانوا فاهمين كده يعني زمان وإحنا صغيرين، كان حد يقول لي كده، يقول لا 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 لازم ننظف البيت من العنكبوت، إن أوهن البيوت لا غلط. أوهن البيوت هنا بيت العنكبوت علشان التفرق والتشتت الأسري وعدم الوفاء والغد، إنما البيت اللي فيه عنكبوت لا، ده هذا ليس نظيفا، يحتاج إلى نظافة فقط. لا العنكبوت بيجيب فقر ولا شيله بيجيب غنى، هما بس جودوا. بالضبط، بيزودوا بيزودوا بقى الايه يعني، ادينا كده حبه بابا غنوج. ايوه بالضبط. الله يبارك في عمرك. طيب نرجع بقى تاني، السوره دي سوره عظيمه جدا، لها مفردات. اولا هي قبلها سوره القصص وبعديها سوره الروم، مرتبطين جدا ببعض. في سوره القصص ذكر الله عز وجل عده ابتلاءات،
ابتلاء أم موسى في أنها رمت ابنها في اليم، ابتلاء سيدنا موسى في أنه قتل حد وهرب وذهب إلى مدين، فابتلاءات كبيرة جدا. فهذه الابتلاءات ربنا بيقول لنا إيه؟ الكل مبتلى. أحسب أن في ارتباط ما بين سورة القصص وسورة العنكبوت، هذه ابتلاءات. فربنا في أول سورة العنكبوت بيقول لي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. لا، الإيمان محتاج إلى ثبات ومحتاج إلى قوة ومحتاج إلى تكاليف. ده الارتباط ما بين سورة العنكبوت وسورة القصص. طب سورة العنكبوت وراها سورة الروم. في سورة العنكبوت بيكلمني على الثبات عند الابتلاءات والامتحانات والفتن. في سورة الروم بيقول لي أنه من ضمن الابتلاءات والامتحانات الحروب، فإذا فرضت على الجنود اللي بتحمي الأرض والعرض بتثبت. كمان في آخر سورة العنكبوت بيقول لي والذين جاهدوا فينا، ومن المجاهدة أيضا حماية الأرض والعرض. قال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ففي ارتباط قوي جدا ما بين سورة العنكبوت والقصص التي قبلها وسورة العنكبوت والروم التي بعدها. طب هي سورة العنكبوت لها مفردات. السورة الوحيدة اللي ذكر فيها العنكبوت رقم 2، السورة الوحيدة اللي ذكر فيها هجرة سيدنا إبراهيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. السورة العنكبوت آخر سورة نزلت في مكة. طيب ليه؟ لو حضرتك قلت لي هقول لك ليه. هقول لحضرتك ليه. هي آخر سورة نزلت في مكة، وخلي بال حضرتك السورة الوحيدة اللي في المكية اللي ذكر فيها لفظ المنافقين. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فربنا أول سورة في مكة يجيب سيرة المنافقين. طيب هي آخر سورة نزلت بمكة ليه؟ أول حاجة علشان خلاص قربنا على الهجرة. فربنا ذكر فيها إيه؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ذكر هجرة سيدنا إبراهيم، فكأن ربنا بيبعت رسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما هاجر إبراهيم هتهاجر انت ومن آمن معك. طب رقم 2، السورة ذكرت قول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. فأرضي واسعة يبقى ضاقت عليك هنا، أخرج لمكان تاني. إشارة أيضا إلى الخروج. كمان رقم 3، أنتوا هتخرجوا من مكة هتقابلوا في المدينة أهل الكتاب من اليهودي ومن النصارى، جدلهم بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ففيها 3 رسائل مهمين جدا كانوا واجب الوقت في هذا الوقت. علشان كده هي آخر سورة نزلت في مكة. سيدنا عبد الله بن عباس ذهب إلى ذلك، آخر سورة مكية سورة العنكبوت، والرسالة والهدف العام اللي فيها بيقول لي الثبات عند الفتن والابتلاءات. وضرب الله لي فيها نماذج كتيرة جدا من الأنبياء. ذكر الله عز وجل قصة سيدنا نوح، أكثر من تلت الصورة قصص. ذكر قصة سيدنا نوح وقصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا لوط وقصة سيدنا هود وقصة سيدنا صالح وقصة سيدنا شعيب. 6 أنبياء أئمة مجاهدين ضد الامتحانات والابتلاءات والفتن. عشان نتعلم منهم ونعرف إزاي يبقى عندنا الثبات. طبعا، لأنه خلي بال حضرتك الصورة بتقول لي إن الفتن والامتحانات والابتلاءات والأقدار المؤلمة سنة كونية ومش غضب من ربنا سبحانه وتعالى أبدا. خلي بال حضرتك سنة كونية أصابت الجميع، يعني أصابت الأنبياء وأصابت المؤمنين والأولياء وأصابت غير المسلمين. أصابت الأنبياء للكشف عن كمالاتهم ولنقتدي بهم، أصابت المؤمنين رفع ودفع، أصابت الغير المسلمين رضع وقسم. فلها ايه؟ لها دليل. معاني كتير. كل موقف هي معنى مختلف. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. مفيش عبث، مفيش لهو ابدا، مفيش لعب. لو ارادنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. فلا بد ان احنا نعلم ان ما من امر الا وله حكمه، وللايمان تبعاته، وللايمان تكاليفه، وللايمان مشقاته. احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أول الصورة بتربط بآخر الصورة. أول الصورة بيقول لي أنه لابد من الامتحان، آخر الصورة بيقول لي خلي بالك من الجهاد، كل امتحان محتاج إلى جهاد. آخر الصورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
الله، فيها معاني جميلة جدا أوي يا فندم، ومهمة جدا، المهمة في حياتنا، مهمة في مواقفنا، مهمة دينا ومهمة دنيا، وفيها آيات كتيرة أوي محورية تصلح منهج حياتنا. كلمت كمان عن 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 الإحسان للوالدين. طبعا قال الله عز وجل، لأنه خلي بال حضرتك من الامتحانات والفتن والابتلاءات انك تلاقي الابن مؤمن والاب والام غير مؤمنين، فامتحان قوي جدا جدا. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله، دي فتنه، فتنه قويه جدا جدا. وبعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ليه؟ كان ربنا بيقول لي احسن الى والديك مهما كان الأمر، أكرم والديك مهما كان الأمر، وإن الوالدين أمروك بمعصية الله عز وجل، كأن أب مثلا بيقول لي ابنه اشرب خمرة، الابن يعمل إيه؟ يقول له لا آسف مش هشرب خمرة، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف وأقبل يد أبي. دي الحاجات بس اللي أعرضوا فيها، اللي هي أي حاجة يأمرني فيها أبي وأمي بمعصية الله لا أطيع في معصية الله وأصاحبهم في الدنيا معروفة. أدي المعادلة. يعني أنا آسف مش هقدر أعصي ربنا أبدا، لكن أنت أبويا وجزمتك على راسي من فوق، لكن مش هعصي ربنا سبحانه وتعالى. الآية بتقول لي كده، بتقول لي أحسن وبالمعروف مع والديك، ولو أمرت بمعصية بلاش. الأمر ده ممكن يحصل نوع من الشتات، ممكن يحصل نوع من الفتنة. يعني تخيل حضرتك مثلا أسرة غير مسلمة زمان، واحد منهم أسلم، فالإخوات هيعدوه والأب والأم هيعديه، تمام كده، فهيحصل فتنة قوية جدا جدا. فربنا بيقول لي لندخلنهم في الصالحين، علشان كأن ربنا بيطبطب عليه وبيقول ما تزعلش أنا معاك، واثبت على طاعة الله عز وجل، اوعى معصية ربنا. فالأمر بالإحسان إلى الوالدين في كل القرآن الكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فمن تمام عبودية الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين وطاعة الوالدين في غير معصية الله عز وجل، وإكرام الوالدين وتوقير الوالدين. والإكرام والبر والإحسان بحسب حال الوالدين، فإن كان الأب فقيرا فالإحسان إليه بالإنفاق، وإن كان الأب وحيدا فالإحسان إليه بالزيارة، وإن كان الأب مريضا فالإحسان إليه بعلاجه. يبقى على حسب حال الوالدين، ما عنديش اسطنبة ثابتة اسمها بر الوالدين بالضبط، إنما على حسب حال الوالد وحسب حاجته وحسب ضروراته. ممكن يكون الأب وحيد والابن عمال ينفق عليه مال، هو مش عايز مالك، هو عايز شوف ايه هو عايز زياره. الله يبارك في عمرك. فالصورة هنا بتأمرني، ودي آية محورية، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أحسن إلى أبيك أحسن إلى أمك، ولكن في غير معصية الله عز وجل. من تمام العبودية الإحسان إلى الوالدين. ومن أكبر الذنوب بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين. طبعا. يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال الإشراك بالله، ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. فأول أمر بعد العبادة طاعة الوالدين، وأول نهي بعد الإشراك العقوق. وما ربنا لم يشرك، يعني لم يأتي بواو العطف معه إلا في الشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. فالآية عظيمة جدا، من الآيات المحورية رقم واحد، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يفتنون هنا يعني يمتحنون، الكل ممتحن، الكل مبتلى، الابتلاءات اللي بتجينا في حياتنا الكل مبتلى. ممكن ابتلاء الانسان يكون بالخير، ممكن ابتلاء يكون بالشر، يعني كل حاجه. ده الاصعب، ده الامتحان الاصعب بالضبط. حضرتك الامتحان موجود في الدنيا بالشيء وعك، من الناس من يمتحن بالغنى، ومنهم من يمتحن بايه بالفقر، منهم من يمتحن بالصحة، ومنهم من يمتحن بالمرض، منهم من يمتحن بالأولاد، ومنهم من يمتحن بعدم الأولاد، منهم من يمتحن بالزوجة، ومنهم من يمتحن بالعزوبة، بعدم العزوبية، بعدم الزوجة، يعني الشيء وعدمه، الشيء وعدمه، تمام؟ والكل ممتحن. ولذلك احنا بندعي ربنا دايما، يا رب اجعلنا عباد إحسان لا عباد امتحان، يا رب عاملنا بفضلك لا بعدلك. دايما نطلب من ربنا كده، من حقي انا امتحاني يكون في الخير افضل من الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. فربنا بيقول لي انها سنه كونيه، ما تزعلش، الكل مبتلى والكل مختبر والكل ممتحن من ساعه ما وجودنا في الدنيا، واحنا في لجنه الامتحان وما بداناش الحياه لسه. يعني اللي احنا فيه ده يا فندم احنا في لجنه امتحان،
احنا في لجنة اختبار. تقصد المرحلة الحياتية اللي احنا فيها دي مرحلة امتحان. امتحان الحياة الحقيقية ستكون في الآخرة. تمام. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تخيل دي اللي فيها الاستمرارية. شفت الجملة بقى؟ شفت الجملة بتاعت يا ليتني قدمت لحياتي؟ أمال اللي انت كنت فيه ايه ده؟ لا ده مش حياتك، دي مرحلة. أيوة مرحلة انتقالية فقط، هي الأقصر والأضعف والأقل والأسرع علشان تروح بقى لحياتك الحقيقية اللي جهزها لك ربنا سبحانه وتعالى في الجنة وفي معية ربنا، معية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجه الله الكريم. السورة أكدت لي على ده. السورة فيها آية ما تكررتش في أي مكان في القرآن الكريم، اللي هي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني انتبه، يعني اصحى مظبوط، يعني انتبه، يعني فوق. بس هنقول الفرق بين الحياة والحيوان في اللغة العربية أستاذة لمياء، لما زود الواو والألف والنون تديني الديمومة وعدم الانقطاع. يعني ايه؟ لما أقول رضا الله، رضا كده ره ضاد ألف، رضا قد يعقبه سخط، رضا الأب ممكن النهاردة راضي بكرة زعلان. إنما لما أقول رضوان، وهذا لم يأتي في القرآن إلا مع الله، ورضوان من الله أكبر، الرضوان الرضا الذي لا سخط بعده. فلما زودت الواو والألف والنون معناه ديمومة الرضا بلا انقطاع. طب يبقى عرفنا رضا ورضوان، يبقى رضا ممكن بعده زعل، إنما رضوان رضا دائم لا زعل بعده. النيركن ده. طب عندي حياة وحيوان، الحياة دايما التي بعدها موت، فالدنيا اسمها الايه؟ الحياة الدنيا. لأنه مهما طال العمر لابد الإنسان أن يموت. فكلمة الحياة تعني أنه بعدها موت. إنما لما زودنا واو وألف ونون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة التي ليس بعدها موت، اللي فيها استمرارية، استمرارية كاملة وديمومة كاملة. ولذلك ربنا قال لي كده: ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، الحياة الدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الدائمة الخالدة أبدا لا موت بعدها. اللهو اللي هو إنه هتبقى واخدانا وهنبقى في غفلة وهنبقى مش منتبهين وهنبقى مش واخدين بالنا من المعنى الحقيقي، ان هي مرحلة انتقالية، ان مش هو ده اللي احنا هنعيشه. مظبوط مظبوط. اللهو مرتبط بالقلب واللعب مرتبط بالجوارح، ادي الفرق ما بين الاثنين. فاللهو اللي هو ايه؟ السهو كده والتوهان، فممكن اشغله، وقد يكون اللهو ليس ذنبا وقد يكون ذنب. فلو لهو عن طاعة الله عز وجل صار ذنبا، ولو لهو في العادي، يعني أنا خلصت صلاتي وقاعد بتفرج على مباراة، هو اسمه له لكن ليس حراما. ولذلك ربنا ذكروا على الصحابة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فليس كل له حرام، ممكن يبقى فيه له مباح، له حتى أنشط على طاعة الله عز وجل، فعلى حسب. ليس كل له حرام وليس كل لاعب حرام، طالما له واللعب مش بيمنعوني عن طاعة الله عز وجل، ولا يشغلوني عن فرض ولا ركن من أركان الدين، ولا يشغلوني عن عمل نافع لدنياي، فلا مانع منه، بل أحيانا يبقى محتاجينه علشان نستعد للعمل والنشاط. ده المسألة. طيب نرجع نكمل تاني بقى الآيات المحورية. فقلنا من أول الآيات المحورية لتصلح منهج حياة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من الآيات المحورية في سورة العنكبوت: فابتغوا عند الله الرزق. آية حلوة قوي، الرزق عند الله عز وجل، طلبش رزقك من حد، خذ بالأسباب، والرزاق هو الله تبارك وتعالى. فآية بتطمنك قوي: الرزق عند الله، لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق باللوح مكتوب مع الأجل، لو طرت ما بين السماء والأرض مجتهدا بقطرة ماء غير رزقك لن تنالي، أقصر عناك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. يا سلام، لو الناس بقى تفهم هترتاح. طبعا اهدى خالص، ولذلك مع سعي. طبعا، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمور تجري بالمقادير، إن الأمور تجري بالمقادير، فلا يزل أحدكم نفسه في طلب الرزق.
اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اطلبوا الحاجات بعزة أنفس. أنت عبد العزيز ما تزلش نفسك أبدا في طلب الرزق، لأنه ربنا ضمن رزقك، بس دب على الأرض وتحرك. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بس أنا وقفت عند كلمة إيه؟ دابة. ما قالش وما من نسمة في الأرض. لا، ما تنامش في البيت وتقول ما ربنا قال وما من دابة. اصعب جد. أيوة، قال دابة، ما قالش نائم. قال دابة، ما قالش قاعد في البيت. قال دابة، مش قاعد جنب أمه ومستنيها تصرف عليه. قال دابة، مش قاعد جنب الحيط وبيقول لا، اتحرك اتحرك. الطيور بتاخده من مكان لمكان، وهي مش رايحة مكان، يعني ما عندهاش مزرعة رايحة لها، ولا عندها مصنع رايحة له، ولا عندها شركة، إنما هي بتنتقل من شجرة إلى شجرة تحقيقا لأمر الله عز وجل، السنة الكونية. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، لا فيها نجار ولا فيها سباك ولا فيها صنايعي ولا فيها مهندس ولا فيها مدرس أبدا، لكنها تدب وتتحرك، فربنا بيرزقها. فابتغوا عند الله الرزق استعانة بالله عز وجل وأخذا بالأسباب. من الآيات المحورية في هذه السورة قول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني السورة كلها تحذيرات وأوامر وأوامر. السورة منهج حياة قوي جدا جدا قوي. ما هي السورة بتقول لي الثبات عند الفتن، وضربت لي نماذج كتير جدا، 6 أو 7 نماذج من الأنبياء، وإزاي ثبتوا عند الفتن. سيدنا نوح، والسورة الوحيدة اللي ذكرت مدة إقامة سيدنا نوح في قومه، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. حتى العلماء اتكلموا في الجزئية دي، لما قال فلبس فيهم كام؟ 1000 سنة، وبعدين إلا ما قالش إلا 50 سنة، إلا 50 عام. فالعلماء قالوا: يا جماعة، دايما السنة في القرآن الكريم مذكورة بالشدة والعنف والقحط، والعام بالخير. ليه؟ سيدنا يوسف يقول تزرعون 7 سنين، وبعدين بعد 7 سنين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يغاث يعني ينزل عليه المطر، وفيه يعصرون، يبقى فيه فاكهة وبيعملوا عصير إلى آخره. يبقى لما ذكر الشدة ذكر معها سنة، ولما ذكر الخير والفرج ذكر مع العام. ولذلك من الصح أنك ما تقولش للناس كل سنة وانتوا طيبين، بس احنا خدنا ربنا عليها بيعاملنا بالقلب. بس طالما في العلم نعرف يعني ربنا بيعامل بقلوبنا. يعني قلت كل سنة طيب، ربنا يعلم قلبي، لكن الصح ايه؟ كل عام انتم بخير، كل عام وانتم بخير، لانه العام دايما مذكور بالخير. فهنا تلاحظي حضرتك في سورة العنكبوت تكلم عن سيدنا نوح، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فالعلماء قالوا اصل 950 سنة كان في معاناة معاهم، وفي شدة معاهم، وفي قوة معاهم، وفي امتحان قوي جدا جدا. لكن ال50 سنة دول كان في راحة، وكان يبقى كأن المعاناة من سيدنا نوح مع قومه 950 سنة، والراحة كانت بتساوي 50، يبقى هو كده قعد 1000 قبل الطوفان. وده مهم جدا. كمان من الآية بتقول لي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كأن ربنا بيقول لي عايز تدفع أي مكروه، عليك بالصلاة. ذلك سيدنا النبي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يبقى الصلاة تدفع المكروه وذكر الله يجلب المحبوب. فالآية بتقول الاثنين هم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش حديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا ليس حديثا، لكن هو معناه صح، إنه الصلاة لابد أنها تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. ما فيهاش احتمالية طبعا. الحديث رواه ابن حبان هو حديث صحيح، أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن رجلا يقيم الليل، يصلي بالليل، ثم يسرق بالنهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول، يعني ستنهاه صلاته عن المنكر اللي بيفعله بالنهار. هتيجي لحظة وهيبقى الهداية. وقد نهته بفضل الله عز وجل. ثم يشير النبي إلى قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقطة مهمة، الفحشاء كله فعل فاحش، والمنكر كله قول فاحش. فكأن الصلاة بتعلمني، الصلاة بتأدبني، الصلاة بتهذبني، الصلاة بتديني نور أطلع به إلى العمل. ولذكر الله أكبر ده بيجلب كل خير وكل محبوب. دي آية أيضا محورية. من الآيات المحورية: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الآية بتقول لي إن ربنا أرض واسعة، فلو ضاقت عليك في حتة توسع في حتة تانية.
من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ربنا بيقول لي إن ضاقت هنا توسع هنا، اتقفل باب هنا ربنا يفتح لك أبواب في حتة تانية، فتحرك. وكل نفس ذائقة الموت بتديني معنى إن الموت لابد منه، وإنه الحقيقة الكبرى، فالدنيا ما تستهلش إنك تضايق حد من أجلها. من الآيات المحورية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ربنا علم أن في قلوب كتيرة أو مشتاقة للقائه، فضرب لهم موعدا وبيقول لهم هنتقابل، إن عاجلا أو آجلا هنتقابل، فبيطمن القلوب. وعايز أقول معنى مهم جدا، الناس فاكرين وده معنى يخض في حد ذاته. ربنا قال كده، وتلاحظ حضرتك أنه قال من كان يرجو، ما قالش يتمنى، لأن الأمنية طلب بلا عمل، إنما الرجاء طلب ومعه عمل. فعمل اللي يخليك تقابل ربنا. الله ينور عليك. فربنا بيطبطب على قلوبهم ويقول لهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، اطمن هنتقابل. هتقابل ربنا بس قبله في الدنيا قبل ما تقابله في الآخرة. بمعنى بأعمالنا. يا فندم، هو الناس فاهمين يا أستاذة لمياء إنه كلمة لقاء الله إنه لا يكون إلا في الآخرة. لا، غلط. كل طاعة لقاء بالله، كل صلاة لقاء بالله، وكل امتناع عن معصية الله لقاء بالله، وكل دعاء. فالصلاة لقاء بربي، والدعاء لقاء بربي، والصدقة لقاء بربي، والصيام لقاء بربي، والحج لقاء بربي، حتى إذا مت لقيت ربي. والدليل: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فبيقول لي إن الصلاة استعين بها لأنها تقيلة على، إلا على مين؟ تقيلة على الناس جميعا، إلا على الخاشع الخاضع. الخاشعين الخاضعين دول لأنهم يظنون، يعني يتيقنون أنهم هيقابلوا ربنا بالصلاة. يعني تلاحظ الآية، الناس فاهمين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني في الآخرة. لا طبعا، أنا لما بروح أصلي الله أكبر بألقى ربي، أقول له الحمد لله رب العالمين وحمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني، ده في حواره بيني وبين ربنا. أنا قابلته ويقبل علي بوجهه، أول ما بصلي ربنا بيقبل علي بوجهه ما لم ألتفت، لو التفت لا خلاص. فده معنى مهم جدا في مسألة لقاء الله. طبعا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اطمئن وقابل ربنا في الدنيا قبل ما تقابله في الآخرة، خليك دايما جنبه علشان تنجو من كل شر ومكروه. استشعار المعنى ده، لأنه في ناس كلنا تقريبا فاهمين ده، بس استشعار المعنى الحقيقي أنه أول ما بقول الله أكبر ببقى واقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى. نحسه ازاي؟ يعني البني آدم اللي لسه ما وصلش للمرحلة دي يوصلها ازاي؟ يوصلها لما يقول الله أكبر، قولها من جوه قوي. الله ينور عليك. وأكبر من كل شيء، وأتخيل إن الكعبة قدام عيني، وإن الصراط تحت قدمي، وإن الجنة عن يميني، وإن النار عن يساري، وإن ملك الموت من ورائي، وإن رسول الله يتأمل صلاتي. عندها استشعار. تخيل حضرتك لو افتصلي الله أكبر ركعتين والشيخ الشعراوي رحمه الله قاعد في الأوضة بيبص علي، أصليهم إزاي؟ راحة وحلو واقف جميل ولله المثل الأعلى. طب نعلى شوية، واقف بصلي الركعتين دول قدام عمر بن الخطاب. طب واقف بصلي الركعتين دول قدام سيدنا أبو بكر الصديق. لا، واقف بصلي الركعتين دول وسيدنا النبي بيبص علي الصلاة والسلام. أعلى، واقف بصلي الركعتين دول وربنا بيبص علي. خلاص، استشعار ده. ده اللي قاله سيدي حاتم الأصم، يقولوا ازاي تستشعر؟ السؤال بتاع حضرتك. قال والله انا بتوضى وانا عارف ان هروح اقف بين ايدين مين، ولله المثل الاعلى، بعتوا لي دعوه هتروح تقابل. شوف هتعمل ايه بقى. حاجه جديده وكل حاجه، كل ومركز ومجهز. طب انا ده دعوه بيقول لي تعالى هتقابل ربنا جل وعلا، تلقى الله عز وجل، فاعمل ده. ده يوصلني الى الشعور بلقاء الله عز وجل. ونعم بالله. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص، اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على